أعرب النجم النرويجي إيرلينغ هالاند عن شعوره بالفخر بإتمام نادي مانشستر سيتي صفقة التعاقد معه من بروسيا دورتموند. وكان مان سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، قد أعلن في مايو الماضي أنه توصل إلى اتفاق مع دورتموند على الشرط الجزائي في عقد اللاعب وقيمته 63 مليون دولار. ووقع هالاند عقدا لمدة 5 أعوام مع مانشستر سيتي، وسينضم رسميا إلى فريق المدرب بيب غوارديولا في 1 من الشهر المقبل. ويعد هالاند من أبرز النجوم في الوقت الحالي، وقد سجل 86 هدفا خلال 89 مباراة خاضها في موسمين ونصف الموسم مع بروسيا دورتموند. وقال هالاند: هو يوم فخر بالنسبة لي ولعائلتي، دائما ما كنت أشاهد مانشستر سيتي وكنت أحب ذلك في المواسم الأخيرة. وأضاف: تشعر بالإعجاب إذا أسلوبهم في اللعب، فالأداء مثير والفريق يصنع العديد من الفرص. وتابع: الفريق يضم العديد من اللاعبين من طراز عالمي، وبيب غوارديولا واحد من أفضل المدربين على الإطلاق، لذلك أعتقد أنني في المكان الصحيح والمناسب لتحقيق طموحي. وختم: أرغب في تسجيل الأهداف والفوز بالألقاب والتطور كلاعب كرة القدم، وأنا واثق من أنني يمكنني تحقيق ذلك هنا. هي خطوة هائلة بالنسبة لي، ولا أطيق الانتظار لبدء في الاستعداد للموسم. يذكر أن هالاند سجل 5 أهداف لمنتخب بلاده في 4 مباريات بدور الأمم الأوروبية ليتصدر قائمة هدافي البطولة القارية، كما أنه سجل 20 هدفا في 21 مباراة مع منتخب بلاده، وبات يحتل المركز 9 في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب بلاده، ويبتعد بفارق 12 هدفا فقط عن متصدر القائمة.